أنا رجب شبلي، صاحب شركة شبكال للقوى العاملة والحراسة. على ضوء انتشار وباء الكورونا في العالم وفي البلاد خاصة، ومدى تأثيره على المصالح والمتاجر وعلى كل المحلات، احنا من شهرين أطلعنا أكثر من 500 عامل لا إجازة بلا مقابل. طبعا اليوم احنا عم نرجحهم حسب تعليمات العلامة البنفسجية، واحنا من هون لازم ننسى الروتين القديم اللي كنا عايشين فيه. احنا اسا عايشين بروتين جديد مع تعليمات جديدة، لازم نتقيد ومع التعليمات هذه. ومن هون بتوجه الجميع زملائي أصحاب الشركات وأصحاب المصالح، لازم نحط إيدينا بإيدين بعض، لازم نتعاون عشان نرجع السوق كيف كان وأقوى من هيك. إحنا راح نرجع أقوى من هيك طبعا حسب التعليمات الجديدة اللي راح توصلنا، وكله عشان صحتكم وعشان سلامتكم. لمزيد من المعلومات زوروا موقع الطوارئ الوطني info.orf.org.il أو اتصلوا على الرقم 104.